سنوات بهم مضت، وصلوا لما خلف النجوم، غيروا نظرة العالم لنا لنعيش حاضراً يملأه الاعتزاز والفخر، نوثقه بحروف تترجم مشاعرنا وفخرنا للعالم أجمع، لنبني مستقبلاً حافلاً بالابتكار والإبداع. فهم مصدر الإلهام لتغيير مفهوم الابتكار، يبث روح التفاؤل في فريق من الملايين في وطننا. لأنكم صقور الابتكار، يحق لنا أن نفخر بكم.